للمكتبة التشادية وإظهار الجهود الدبلوماسية التي حققتها تشاد خلال 30 عاما. وفي هذا الصدد جاء عرض هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الصفوة الدبلوماسية في تشاد من عام 1990 إلى عام 2020 الذي ألفه الكاتب الصحفي أحمد بسكين يريمة. ويتكون هذا الكتاب من 7 فصول و193 صفحة. وأثناء مناسبة عرض الكتاب قدم الصحفي محمد صالح حسين بن مللة نبذة تاريخية عن المؤلف أحمد بسكين يريمة الذي عمل في الحقل الإعلامي لأكثر من 20 عاما. ومن خلال اختيار الكاتب لهذا الموضوع يشارك في نشر التاريخ المعاصر لتشاد منذ مجيء الديمقراطية في عام 1990 والجهود والإنجازات الدبلوماسية التي حققتها السلطات التشادية، إضافة إلى علاقاتها الدبلوماسية المميزة على المستوى الإقليمي والدولي. بعد الحروب تشاد دخلت في إطار آخر مع الديمقراطية الجادة لين سنة 1990، قدرنا سوينا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني كان قدر حدد بعض من اللوائح تخص البلد، مؤسسات قدروا قطوهم، قدروا عملوا يعني انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهسه عندنا انتخابات آخر مثلا، معناه ان الناس الأمضى دول ده كلها يعني بيجي. وبعدين البلد دخلت في حالها عن التلمية، التلمية التطور كده خلت تشاد وصفت كونه هي غير الحرب ذاتها عندها شيء آخر تقدر تسويه عشان تساهم في تطور عن المجتمعات الإفريقية والعالمية. أول مرة في تاريخ أنا تشاد رئيس تشادي يقى رئيس أنا اتحاد الإفريقي سنة 2016 إلى سنة 2017. رئيسنا المارشال إدريس ديبي كان قدر هو بس يعني النشاطات عن الإنيو أفريكان هو بس القدر يعني مشاهم. ووقت اللي هو بيجي رئيس في الإنيو أفريكان ده قدر شوى أشياء كتير، غير أشياء كتير في المنظمة دي. علما أن المؤلف أحمد بسكين يريمة عمل كصحفي بالإذاعة الوطنية التشادية وشغل عدة مناصب فيها، ومن ثم التحق بالصحافة الرئاسية وعمل فيها لعدة سنوات، وشغل سابقا منصب الملحق الإعلامي للسفارة التشادية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا يعمل مستشارا ثقافيا للسفارة التشادية لدى جمهورية بوركينا فاسو.